ليومي الثلاثاء 26 ماي 2020. فخلال 24 ساعة تم تأكيد مخبريا على حالات جديدة مؤكدة والتي وصل عددها إلى 45 حالة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا 7577 حالة. هذه 45 حالة جديدة، 37 منها كانت بجهة الدار البيضاء سطات، 5 بجهة مراكش أسفي، و3 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما لم تسجل أي حالة بالجهات التسع المتبقية. وتبقى بطبيعة الحال هذه الحالات تكتشف ضمن عمليات الكشف لدى المخالطين، وبالتالي فإن جلها تكتشف دون أن تكون لديها أعراض للمرض أو تكون بعض الأعراض الطفيفة. وهذا ما تبين خلال 24 ساعة، حيث إن من بين 45 حالة جديدة 37 تم اكتشافها ضمن هذه العملية. للموازاة مع التأكيد الإخباري على هذه 45 حالة، تم استبعاد 9117 حالة أخرى كان محتمل أو مشتبه في إصابتها بهذا الفيروس، إلا أنه المختبر أثبت العكس، ويصبح بذلك إجمالي الحالات المستبعدة جراء التحاليل الإخبارية السالبة منذ بداية الوباء 153788. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لإجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا، فلم يطرأ عليه أي تغيير بالنسبة لما قدمناه يوم أمس. خلال هذه 24 ساعة كذلك تم التبليغ عن حالتي وفاة جديدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس هو 202 حالة وفاة، ولتبقى النسبة المئوية للإماتة مستقرة في حدود 2.7%. خلال 24 ساعة كذلك تم التصريح بشفاء 107 ديال الحالات إضافية طبقا لتوفر المعايير والمعطيات المعتمدة من أجل التصريح بالشفاء، ويصبح بذلك إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الوباء ببلادنا 4881 حالة، في حين أنه لا زالت هناك 2494 حالة نشطة، أي إما تحت العلاج أو أكملت فترة العلاج ولكن لا زالت تحت المراقبة حتى نتأكد من الشفاء التام. إذن وصلنا إلى مستوى أنه الحالات المتماثلة للشفاء تقريبا أصبحت ضعف الحالات النشطة. تفاعلان مع بعض الأسئلة حول خاصيات هذه الحالات النشطة، فمعدل العمر هو الذي كنا تكلمنا عنه مرارا، أي أنه منخفض، هو 35 سنة، وأصبحنا نلاحظ إصابات بنسبة مئوية أقل لدى الفئات العمرية لأكثر من 65 سنة، بحيث أن هذه الفئة لا تمثل إلا 4.3% من بين مجموع الحالات النشطة. الذكور يمثلون 42% والإناث 58%. وبالنسبة للحالة السريرية ديال هذه الحالات، فإنه الحالات الحرجة والخطيرة لا تمثل سوى 0.6%. إذن ما يمكن أن نلخص به الحالة الوبائية الحالية هو استمرار تحصل المؤشر
المؤشرات المتعلقة بخطورة المرض ولنقول حتى بالنسبة للوفيات، بحيث إن نسبة الإماتة تظل مستقرة. تحسن في بعض الجهات بحيث إنها لم تسجل حالات منذ أيام، وأخرى لم تسجل حالات خلال هذا 24 ساعة. نتمنى أن يعم هذا المعطى باقي الجهات ومجموع الجهات الأخرى لكي نرى بوادر تحكم أكثر فأكثر في هذا الوباء، ونستطيع أن نمر إلى مرحلة قادمة للتصدي لهذا الوباء ببلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.